تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. صندوق النقد الدولي يؤكد استعداده لتقديم المساعدة الإضافية لتونس في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأنه في تواصل دائم مع السلطات التونسية. الوضع في تونس على طاولة البرلمان الأوروبي، ودعوة إلى بدء حوار مع الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني. انطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ومؤتمر الإعلام العربي يبحث التحديات التي يواجهها القطاع في مشهد متغير. جدد صندوق النقد الدولي استعداده لدعم تونس للتمكن من مجابهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، مؤكدا أنه في تواصل مع السلطات التونسية لتقديم المساعدة الفنية والمشورة. وقد أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد زعور أن هذا الدعم مرتبط بخطة تونس الاقتصادية والإصلاحات التي تنوي القيام بها. أكد صندوق النقد الدولي على لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور في ندوة صحفية من واشنطن أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة الإضافية لتونس حتى يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا. وفي رد عن سؤال توجه به قسم الأخبار بالتلفزة الوطنية يتعلق بمتطلبات التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، من زينة مليكي from the national television of Tunisia, what is needed to reach an understanding or an agreement with the IMF. بين جهاد أزعور أن ذلك يعود للحكومة التونسية والإصلاحات التي تود تنفيذها، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي على تواصل دائم مع السلطات التونسية. زينب, as you know, لقد تم تشكيل الحكومة الأسبوع الماضي، ونحن على اتصال بالسلطات التونسية، والأمر متروك لها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي من خلال برنامج، وذلك بناء على خطط اقتصادية ومشاريع إصلاحية تود الحكومة التونسية تنفيذها، ونحن على اتصال دائم مع نظرائنا سواء في وزارة المالية أو مع محافظ البنك المركزي. Our peers in the government, Ministry of Finance or the Central Bank of Tunisia. ويأتي هذا التصريح الصحفي لمدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى جهاد أزعور، الذي شدد أيضا على ضرورة عودة النمو ومكافحة التضخم، بعد زيارة أداها الأسبوع الماضي وفد من صندوق النقد الدولي لبلادنا، تزامن مع مراجعة وكالة موديز للترقيم السيادي لتونس من B3 إلى G1 مع أفاق سلبية، وهو ترقيم عزته الوكالة إلى ضعف الحوكمة، ما يزيد من صعوبة حصول البلاد على تمويلات خارجية. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا قد صرحت على هامش اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن أن تونس تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات اقتصادية ذات أهداف محددة لتحقيق استقرار اقتصادها ووضع ماليتها العمومية. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة تتفهم تماما التطورات السياسية الحاصلة في تونس، في إشارة إلى الإجراءات التي كان أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 من جويلية الماضي. وجاءت تصريحات أبو الغيط مساء الثلاثاء بمناسبة حضوره فعاليات افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نتفهم تماما الاعتبارات التي قادت إلى هذه القرارات، نتفهمها تماما، و نعي أن هناك محاولات للتدخل، ولكن نثق أن الشعب التونسي والقيادة التونسية الحالية واعية أيضا للقدرة على الصمود وعلى التصدي وعلى اختيار ما هو لصالح الشعب التونسي والمستقبل التونسي، وبالتالي كل الخير لتونس قادم إن شاء الله. ويؤدي نائب وزير الخارجية الألماني وزير الدولة لشؤون الخارجية نيل سانان زيارة رسمية إلى تونس، يجري خلالها محادثات مع ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني التونسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية.
لدى استقباله نائب وزير الخارجية الألماني وزير الدولة لشؤون الخارجية نيلس آنو في شرحه لتطور الوضعية السياسية بتونس، أبرز وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي الديناميكية الجديدة التي أحدثها تشكيل الحكومة الجديدة والعزم الذي يحدوها لتحقيق الأهداف من التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية والتي جاءت وفق تعبيره لتصحيح مسار التجربة الديمقراطية في تونس. الوزير الألماني كانت له قبل ذلك محادثة مع الأمين العام للمنظمة الشاغلة نور الدين الطبوبي بخصوص المسار الديمقراطي في تونس بعد إقرار هذه التدابير. أمل ألا تكون الديمقراطية في تونس في خطر. جئنا هنا باعتبارنا أصدقاء لتونس. ألمانيا صديقة على الدوام لتونس، وقد جمعتهما علاقة صداقة عريقة تعود لعديد السنوات، وقد دعمت التطور الاقتصادي والديمقراطي في تونس. وفي أي ديمقراطية يجب أن تكون هناك الأحزاب السياسية وكذلك النقابات باعتبار دورها الرئيس، ولذلك حرصت على لقاء الأمين العام للمنظمة الشاغلة. الأمين العام للمنظمة الشاغلة قال إنه من الضروري تجميع كل التونسيين على قاعدة مشروع وطني حقيقي بعد استيعاب طبيعة المرحلة الراهنة والكف عن انتظار مساعدات دون عمل، ويتوجب بذل الجهد لأجل محاولة إنقاذ ذاتية تثمر وضعا اقتصاديا مستقرا ومرتكزات حقيقية للتفاوض على قاعدة ندية مع الدول المانحة والشركة. صحيح اليوم ممكن نرفع الشعارات في بطنها وفي مضمونها أن سيادتنا الوطنية وكذا، نعم نعتز به، ولكن يلزمها آليات هذه السيادة الوطنية باش تتحقق. فمن اليوم ثم حكومة جات جديدة، الحكومة اللي عنده ملامات ولا اللي عنده احترازات ولا غيره توا في وضع حرج جدا كيفاش ننقذ الاقتصاد نتاعنا والكل. فيما يتعلق اليوم بالوضع السياسي، ما يلزمناش نقعدوا حابسين في 25 جويلية صار اللي فات، لا اليوم ثم وضعية معناها جديدة، لكن السيد رئيس الجمهورية يجب يجمع الفرق السياسيين والقوى المدنية اللي قادر اليوم باش نعطوا الصورة الإيجابية وباش نلقوا مخرجات تونسية حقيقية لتستجيب لخصوصياتنا معنا التونسية. وخلال المحادثة التي استغرقت أكثر من ساعة، أفاد الوزير الألماني نيلس آنن أنه من الطبيعي في بلد ديمقراطي أن تتحاور مكونات المجتمع المدني والأحزاب مع رئاسة الجمهورية، ولكن في النهاية القرار يعود لتونس، وهي مسألة مهمة بالنسبة لألمانيا. نحن سنكتفي حاليا فقط كما أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بمتابعة المراحل القادمة، بمعنى ما سيجري على مستوى استقلالية القضاء وفصل السلطات، وهل هناك خطة ملموسة؟ نرغب في التعرف على خريطة الطريق الخاصة برئيس الجمهورية، لأننا في حاجة إلى رؤية واضحة لتحديد مجالات تعاوننا مع تونس. نحن ديمقراطية في ألمانيا، نوابنا قدموا دعما ماليا هاما لتونس خلال السنوات الأخيرة، هم يتابعون عن قرب ما يحصل في تونس فيما يخص الديمقراطية، ولهذا أقوم بهذه الزيارة. الدولة عندها أسرارها، الحوارات عندها ضوابطها، فني كيفاش نخرج ببلادنا في أقرب وقت، معناها ما هيش فدلكة وما هيش لعبة الدولة. ردوا بالنا، راو الناس ماخذتها معناها فني عامل الزمن، راو مهم ياسر، راو اليوم اللي جاء في 25 جويلية وربي يلطف بينا وكان ثم وعي نتاع الشعب ونتاع الشباب ونتاع الناس كل، المرة الجاية ما تنجمش تضمن أن الناس إذا فقدت الثقة من كل الأطراف ومن كل المكونات، فهذا يصبح الدولة لا دولة ويصبح في خطر كبير وكبير جدا. وأضاف نور الدين طبوبيا على صاحب القرار أي رئيس الجمهورية أن يعمل على تجميع الناس لأجل مصلحة البلاد. خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي تطرقت إلى الأوضاع في تونس، تضمنت اللائحة التي سيتم التصويت عليها الخميس القادم 14 نقطة، من أبرزها إجراء حوار وطني ووضع جدول زمني للعودة إلى النظام الدستوري. يعقد البرلمان الأوروبي بداية من اليوم جلسة لمناقشة الأوضاع في تونس، على أن تعقب بجلسة تصويت يوم الخميس القادم حول مشروع لائحة نشر البرلمان الأوروبي مسودتها على حسابه الرسمي بفيسبوك. اللائحة التي تضمنت 14 نقطة عبر فيها مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي في تونس، ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إعادة عمل مجلس نواب الشعب إلى سالة
في نشاطه وضمان سيادة القانون. مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي شدد أيضا على ضرورة إجراء حوار وطني يضم الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية في تونس، وأكد على أهمية تشريك الشباب والنساء على وجه الخصوص في الحوار المزمع إجراؤه. إلى جانب ذلك، دعا مجلس الشؤون الخارجية الدول الأعضاء بالاتحاد لمواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي، مع الإصرار على أن أي دعم مالي لتونس يجب أن يترافق مع إعادة تأسيس عمل مجلس نواب الشعب واحترام القانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان. هذا يذكر أن جرت مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بين خلالها رئيس الجمهورية الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية في شهري جويلية وسبتمبر الماضيين بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها، معرجا على ما وصفها بالمغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات. ذكرت وزارة الصحة أنه لم يتم التصريح بشكل أولي بأي حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بتاريخ يوم الاثنين، مضيفة أنه سجل بالمقابل 54 تحليلا إيجابيا من مجموع 2095 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2.58%. وأوضحت الوزارة مساء الثلاثاء في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس 2020 25,103 وفيات. افتتح مساء الثلاثاء بمدينة الثقافة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وهو أعرق المهرجانات العربية في دورته 21، على أن تتواصل فعالياته إلى 22 من أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع الإذاعة والتلفزة التونسيتين. الافتتاح انطلق في الساعة 6 مساء بسهرة فنية أحياها أشهر المطربين العرب، ونقلت على الهواء مباشرة في عديد القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة. وعلى هامش انطلاق الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، انعقد صباح ثلاثاء مؤتمر الإعلام العربي في دورته الأولى، وقد مثلت التحديات التي يواجهها الإعلام العمومي في ظل التحولات الرقمية وانتشار القنوات الخاصة محور نقاش المختصين في مجال الإعلام. التفرير والبحث المعمق في مجمل التحديات التي بات يواجهها الإعلام العمومي بمختلف البلدان العربية، والخروج بتصور واضح المعالم لتطويره وتجاوز إشكالياته، هو من أبرز أهداف انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الإعلام العربي بحضور خبراء ومختصين وأكاديميين. يخص مؤتمر الإعلام العربي الأول الذي ينظمه الاتحاد على هامش الدورة 21 المهرجان الإذاعة والتلفزيون، فهو يأتي ليستضيف قمم إعلامية ونخب إعلامية، نستفيد من تجاربها، نستفيد من خبرتها، حتى نوصل رسالة إعلامية، نضع استراتيجية، نضع خطط إعلامية لتخدم الإعلام العربي. تقديري أهم التحديات التي تواجه الإعلام العربي بشكل عام هي تحديد هوية هذا الإعلام، في محاولات من أجل استخدام هذا الإعلام من خلال استخدامه من الناحية الدينية، من الناحية الطائفية المذهبية، هذا يعني بينعكس سلبا على قضايا الأمة العربية، وبالتالي احنا كان عندنا وجهة نظر انه لابد من تحديد هوية الإعلام، ما بين إعلام بصب في صالح قضايا الأمة العربية أو إعلام لتحقيق أهداف وأجندات خاصة. وفي علاقة بالتحولات الرقمية واكتساح المنصات والمحامل الإلكترونية، أكد المشاركون أن الإعلام العمومي لا خيار أمامه سوى التأقلم مع التكنولوجيات الحديثة والعمل على تطوير مضامينه. هو كيفية التعاطي مع التطور التكنولوجي لازم يكون بالنسبة للإعلام فرصة أنه هو أيضا يستخدم الوسائط هذه، ويلزم أنه هو بده يتعامل معها ويتفاعل معها ويكون عنده معناتها محتوى. النهاردة بقى إحنا عندنا كإعلام حكومي عندنا ميزة، إن عندنا شوية مصداقية اتبنت في كورونا،
نقدر نكمل مصداقية بقى، يعني نقدر نعمل شوية حاجات الناس تصدقها وبالتالي تستفيد. هي الفكرة، الناس استفادت منا لما احنا ابتدينا نخدمها في جائحة كورونا. كل ما كانت الخدمات مؤثرة على حياته اليومية أكتر، كلما هو استفاد أكتر. ضرورة التدريب والتدريب المستمر حتى يكون هذا الإعلامي مواكب لمختلف التطورات التي تطرأ في مجال ممارسته للحرفة. هذا وقد تضمنت فعالية المؤتمر حلقات نقاش حول مواضيع مختلفة، من بينها أزمة الصحافة المكتوبة وأهمية التدريب والتأهيل لمهني قطاع الإعلام. دوليا، ولأول مرة منذ سنوات تستضيف ليبيا يوم الخميس أشغال المؤتمر الوزاري الدولي حول مبادرة استقرار ليبيا، مبادرة أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية استعداد الاتحاد الكامل لتقديم الدعم لإنجاحها ودعم ليبيا في طريقها نحو انتخابات ديسمبر. كما عبر أمين عام جامعة الدول العربية عن أمله في أن يتم التوصل خلال المؤتمر إلى قرارات تحقق استقرار ليبيا. تستعد العاصمة الليبية طرابلس لاحتضان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي الخميس المقبل، مؤتمر هو الأول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات، ويأمل أمين عام جامعة الدول العربية الذي سيشارك في أعماله أن يختتم بقرارات تساهم في استقرار ليبيا. آمل أن المؤتمر يصدر عنه قرارات تؤكد مفهوم الحاجة للانتخابات في موعدها المقرر لها، أن يكون هناك مطالبة واضحة صريحة بخروج المرتزقة وأيضا القوات العسكرية الأجنبية، وبالتالي يبدأ أول مراحل الاستقرار. الاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا أعمال المؤتمر مثلت محور لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلة منقوش بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي أكد استعداد الاتحاد الأوروبي الكامل لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لإنجاح هذه المبادرة وصولا لتحقيق الاستقرار في كامل ليبيا. كما أكد استعداد الاتحاد لمرافقة ليبيا في طريقها نحو انتخابات ديسمبر. ويعد إجراء الانتخابات واحدا من الأهداف التي تتضمنها مبادرة استقرار ليبيا التي انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي المنعقد في شهر جوان الفارط. وأمام إصرار المجتمع الدولي على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر ديسمبر المقبل، يلقي الوضع الأمني بالبلاد بظلاله عليها، ما جعل مبادرة استقرار ليبيا ترتكز على المسار الأمني، حيث يتضمن المسار الأمني انسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، إلى جانب دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة. كما ترتكز المبادرة على مسار اقتصادي يهدف إلى أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية. ضمن تطورات الوضع في لبنان، صادق مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية المنعقدة أمس الثلاثاء على موعد الانتخابات التشريعية المحدد في 27 من مارس المقبل. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية مزيدا من التوتر على خلفية أحداث الخميس الماضي، حيث أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن لدى حزبه 100,000 مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان، متهما حزب القوات اللبنانية بمحاولة جر البلاد إلى حرب أهلية. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. صندوق النقد الدولي يؤكد استعداده لتقديم المساعدات الإضافية لتونس في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأنه في تواصل دائم مع السلطات التونسية. الوضع في تونس على طاولة البرلمان الأوروبي ودعوة إلى بدء حوار مع الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني. انطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ومؤتمر الإعلام العربي يبحث التحديات التي يواجهها القطاع في مشهد متغير. كالعادة بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفازات التونسية. في أمان الله.